السلك لمسافة 800 متر من المكان الشاهق إلى المكان السحيق، وكيف يحملون الأطفال، يعني بعضهم بخياش. لو كان على سبيل اللعب واللهو والترفيه لكان خطرا جدا، ولكن ليس للهو بل للذهاب إلى مدرسة. نعم، هذا المشهد من كولومبيا. هو رسالة موجهة إلى كل متذمر من الدراسة، ولله الحمد طرق سالكة، سيارات مكيفة، على إيش تذمر يعني؟ بل إن بعضهم يشال على أكف الراحة، يعني ما بقى إلا من السيارة إلى الفصل يحمل على الأكتاف، ومتذمرين. وأعظم وأعظم متذمرين بعد عطلة 3.5 شهور أو أكثر، ويتذمرون وتبدأ دراسة عرجة وقلق وتعبنا. منين تعبتوا؟ اللهم اجعلنا شاكرين، اللهم اجعلنا شاكرين ذاكرين يا رب العالمين.